وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب والإعلامي الأستاذ سعيد الحمد. أستاذ الكريم، بعد التحية، برأيك لماذا يتعمد النظام في قطر استهداف بحارة البحرين بهذه الطريقة الوحشية؟ وما الهدف من وراء شن حملة ممنهجة ضد صيادين آمنين يسعون خلف رزقهم وكسب قوتهم؟ في الواقع أن حسن النوايا يتجسد ويتحقق بالأفعال لا بالأقوال، وقطر على العكس من ذلك تطلق أقوال وتناقضها في أفعالها طوال عقود من الزمن. بالتأكيد نحن أمام حالة، إجابة على سؤالك، لا يمكن تسميتها سوى بأنها إرهاب بحري تمارسه فيه قطر، وتمارس من خلال السلوك ليس له تبرير وليس له مسوغ على الأطلاق يا أخي. على مدى أعوام عديدة تحلت البحرين بالنفس الطويل والصابر، وقطر تمارس هذا السلوك الاستعدائي على بحارة بسطاء فقراء رأس مالهم خيوط من النايلون وسنارات صغيرة خرجوا يطلبون رزقهم الحلال في بحر الله الواسع. تخرج لهم دوريات بحرية قطرية رافعة عليهم السلاح مثل ما سمعنا قبل شوي، وكأنها بمواجهة أساطيل بحرية مدججة بالسلاح أو العتاد، أو كأنها أمام مهربين وليس مجرد صيادين بسطاء تطلق النار عشوائيا تخوفهم وتصيبهم وتروعهم وتزرع الإرهاب في قلوبهم، جرجرهم إلى مخافر الشرطة ويتم توقيفهم أسابيع منقطعين عن أهاليهم وذويهم ورزقهم كأنهم اقترفوا جريمة أو جريرة. السؤال، لماذا تضرب قطر بالمواريث الأخلاقية وبتقاليد حسن الجوار التي تشربناها من الأجداد والآباء في منطقتنا وتسلك هذا السلوك العدواني؟ سلوك عدواني شائن تجاه الجيران لها. ما تمارسه قطر في القاموس السياسي هو أسلوب قرصنة لا يمكن تبريره، قرصنة بحرية لا يمكن فهمها خارج هذا الشيء. ماذا نقول ونحن أمام هذه الحالة من القرصنة؟ تجرجر البحارة بأسلوب فض قاسي. لماذا يا قطر؟ هل إثارة الرعب وتخويف البسطاء عمل بطولي وانتصار على مسالمين من الصيادين؟ يعني حرمتوهم من مصدر رزقهم. وقديما قالت الحكمة: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. كيف نصف هذا الفعل الشائن المتسم بالترهيب بالترويع؟ قواميس اللغة حقيقة لا تعجز عن وصف مثل هذا العمل الخارج عن النواميس والأعراف. هذا الأسلوب، نختم ونقول، هذا الأسلوب يكشف النوايا والطوايا لحكومة قطر تجاه جيرانها الأقرب. استعراض العضلات على الصيادين نوع من أنواع السلوك يكشف عن النوايا المخبوءة. هذا هو الواقع، نوايا مخبوءة تناقض أقوالها المعلنة والمرسلة. نعم، هذا ما نستطيع أن نقوله. نعم أستاذي الكريم الكاتب والإعلامي سعيد الحمد، كما بينتم في مقالات سابقة، ما تقوم به قطر هو بالفعل إرهاب بحري. الكاتب والإعلام الأستاذ سعيد الحمد، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.